تعالوا بقى نعمل شوف مسمار شكله كده ابن حلال. لا عشان نحطه ليه الاثنين دول احنا كده خلصنا منهم. احنا عايزين نشتغل على الكنترولر. هو ده شكله كويس. مش عارف يعني انت حاول تنقي حاجة كويسة. افتكر ده شكل معقول. هناخد ده اسحب لبره. ما تنساش ده يتعمل ايه ظبط ده كده Alt G وده نسميه Big X Bolts File Save Object Reset. هرجع هنا Content Browser ادي البيج هيكس بولت دبل كليك هلاقيه هنا. ده بقى هيتعمله دبلكيت للويلز. هروح هنا وريست بي اس ار على طول ريحني اهو. هاجي هنا شيفت واخده 90 وهعمل له سكيل. تمام الشكل. طبعا يعني انا كده المفروض من جوه الجنريتور كنت اعمله، لكن معلش بقى ما اخدتش بالي. كده كده احنا هندريه اصلا بسلندر. نيجي بعد كده ناخد سلندر هنخليه 6 ريست بي اس ار ويشاور على اكس. نسكيله نسكيله كمان. ما افتكرش ان احنا هنعمل فيه شغل كتير اكتر من انه احنا هنعمل كنترول اي رايت كليك والاوبتمايز وناخد يو ال واخد الكام بوينت دول وهطلع بيهم. اللي في النص دي كمان اطلع بيهم كده. ما افتكرش يعني انا هعمل هنا حاجات زيادة. هروح ل الرايت فيو واروح للبنتول وهرسم بس كده مثلا سكيب. ودي هحطها مع ريكتانجل. طبعا انا هخليه 1 لـ2 مؤقتا لان انا مش عارف هيبقى شكله عامل ازاي. وهاخده هاخد الاثنين دول
جوه السويد. نشوف، هو طلع صغير جدا بس ماشي. ليه ده؟ فاين ريكتانجل. البلان بتاع ريكتانجل نفسه، وهقول له طبعا راوندينج كده، تمام. ناخد اللاين كالعادة، مش سنتر اكسس، سنتر اكسس 2، ناخد ده هنا. جميل، بس خلينا نخلي ده يعني عريض شويتين. تمام، حاجة زي كده. يعني وقفت المحاضرة وقعدت ألعب كده. طبعا كل دي اكسترودات، افتكر باينة أوي كده. بقى يبقى ده وده اللي هم، والسويب ده كمان. طبعاً. يبقى السلندر ده والبولت والسويب دول Alt G، ودول هيبقوا السسبنجن. والله ما عارف صح ولا غلط، عموما ما علينا. بس اللي اعرفه بقى ان دي مش تبقى هنا، تمام، دي تبقى هنا. طبعا هنعمل الاكسس ونتاكد ان هي على الفيرتكس سناب، تمام. وناخد الاكسس دي مثلا نحطها هنا، افتكر هنا هتبقى تمام. ليه انا عملت ده؟ علشان هعمل منها دبل كيك. شيل السناب بقى. طبعا انا عملت كده الفريم الالت. طبعا انا فكرت نفسي على البرسبكتيف، فعملت الت وعملت كده عشان اعدله فريم ديفولت، تمام. فهروح هنا وبعدين امسك زي ما اتفقنا، همسك المحور اللي هو ده، تمام. شيفت كنت اسف، همسك المحور بكليك كنترول شيفت، بعدين الف 180 درجه، تمام. طلع السسبنجن ده في ويل 2، حلو. واخد ده الناحيه دي كده. بس تعالوا بقى نروح للبرسبكتيف عشان ابقى شايف ال اوبا دي ليه؟ اقول لكم ليه. كنترول زد 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 تاني. لما نقلنا الاكسس، الاكسس في الاخر. طبعا المفروض كمان نتاكد من توب ان هي مظبوطه، تمام. فده كان السبب. فانا عايز اخد ده كده كده، يبقى انا متاكد ان هي في النص بالظبط. كده اتاكدت من توب واتاكدت من رايت. و ادي توب، التوب تمام والرايت تمام والفرونت. نيجي للبرسبكتيف. ونشيل سنابنج ونشيل ده، نشيل سناب. نيجي هنا امسك كنترول شيفت والف 180. ناخد سسبنشن 1 ده مع الويل دي،
ونحركه من على الرايت. تمام، لغاية ما نوصل للمسمار هيطلع. نروح هنا ونرجع كده، بس أنا عايز أروح هنا وأقوم قايل له ايزوبارمز عشان أبقى شايف. أفتكر يعني سنة كمان، سنة كمان. مش هتضر حاجة، بس ادي دي. ببساطة بقى هنمسك السسبنشن ده ونمسك كمان ده. لو تفتكر كانوا 170 مظبوط، امسك كنترول شيفت هناخد ده مع ويل 2. لا مش ده، مع ويل، ايوه ده مع ويل 3. وهناخد ده، اوبس اوبس اوبس، ده كده مع دي، وده كده مع دي، يبقى ده بالظبط ده اللي يبقى كده. كل حاجة مظبوطة وكنترول اس. كده كل حاجة مظبوطة وكنترول اس، وكده الدنيا تمام. ما افتكرش ده هنسميه بقى سسبنشن 01، وده او ده هنسميه سسبنشن بس، وده 1، وده هيبقى 02، وده هيبقى 03. في نقطة مهمة، اولا الويل دي هنسميها ليفت فرونت ويل، ودي هنسميها رايت فرونت ويل، ودي هنسميها رايت رير ويل، ودي هنسميها ليفت رير ويل. بس تمام كده، كده كل حاجة تمام. فاضل حاجة واحدة، المسمار ده. تمام، هنقلبه كده 90، وهناخده نحط في كلونر. الكلونر هيبقى راديال، الراديال على اكس واكس زد. هناخد ده في الليفت فرونت ويل ونعمل له ريسيت بيسار، كنترول زد، مفيش ريسيت بيسار ولا حاجة. ده هيبقى reset position بس، بعد كده هنروح لأوبجكت تمام، هنسكيل المسمار نفسه. وناخد الكلونر
حاطينه هنا. المسمار نفسه اصلا كبير، نسكيله كده، والكلونر هنخليه هنا كده، ونديله برضو كلر غامق بحيث يبان، وهنديله واحدة كمان بس. نفس الكلونر ده هاخده مع رايت فرونت، اوب كنترول زد زي ما انت، كنترول ودبل كيد، اغير البوزيشن بس و الروتيشن 180 درجة، واطلعه كالعادة بره شوية. الكلونرين هقوم واخدهم وعلى اكس كالعادة امسك شيفت مع كنترول ومية، 170 بتاعتنا. الاولاني ده مع الليفت رير ويل، والتاني ده مع رايت ويل. غلط ده هنا وده هنا بس، ده هناك مع دي، وده مع دي، وده مع دي، وده مع دي. تمام. كنترول اس، وكده احنا خلصنا الحمد لله المرحلة بتاعت الموديل. تمام، هنتنقل بقى في المرحلة الجاية للانيميشن. لو انا عايز اكبر السكيل بتاع البتاع دي كلها، لان فعلا السكيل بتاعها مش بصراحة مش صغير، لو السكيل بتاعها محترم حلو. هنا انا شايفها من 7 متر، صغيرة. سلكت كل ده، الت جي، وهنسمي دي كار. تمام، عايز تكبر السكيل، كبر السكيل بس، بعد كده طلعها فوق كده. افتكر السكيل معقول والدنيا تمام وزي الفل. وبكده نكون خلصنا المرحلة بتاعت الموديلنج. في المرحلة اللي جاية هنتكلم على الريجنج والانيميشن والديناميك.